السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان عندنا معكم واحد الفيديو جديد حول سجن القارة. هذا السجن اللي محير المستكشفين اللي يدخل ليه ما كيخرج، وكتعتبر من المعالم التراثية اللي معروفة بهم مدينة مكناس. وهذا السجن هو الوحيد في العالم اللي ما عندوش الباب، وكتقدر المساحة ديالو كيلومترات تحت الأرض، وهذه هي اللي كتسمى قبة السفارة. هنا فاش كيتفاوض مولاي اسماعيل مع بعض السفراء الاول باش يطلق سراح بعض المعتقلين. مورايا كيتواجد ضريح مولاي اسماعيل اللي تولى الحكم سنة 1672، اللي في العهد ديالو تقدر المرأة المغربية تسافر من المدينة لمدينة بكل امان، وما يقدر حتى شي مجرم يقرب ليها ولا حتى شي واحد يجريسيها ولا يقيس فيها حتى شي شعرة، حيت عارفين المصير ديالهم سجن قارة. هاد البلاصة هي فاش كيلوحو الحباسة، نفس البلاصة فاش كيلوحو ليهم الماء والماكلة. هاد البلاصة كيعاودو عليه بزاف د الحكاية. كاين اللي كيقول لك انا بلاصة مسكونة فيها الجنون، ولكن الحاجة اللي معروفة ان اللي ينزل ليه كيكون من المستحيل باش يخرج منه مرة تانية، لحقاش البنايات ديالو داير بحال المتاع صعيب باش تخرج. المهم الان يلا نكتشفو حتى حنا هاد الحبس كيف داير.